عشر سنوات على فاتحة ثورات الربيع العربي، عشر سنوات على الطريق تحققت حريات وجرت انتخابات وجاءت حكومات وذهبت حكومات، لكنها لم تصل بعد إلى ما أرادت من قوة ورفاه. فلماذا؟ الثورة ليست مسؤولة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والثورة المضادة هي التي تحكم الثوريين لا يحكمون في تونس. ما الذي حدث في عقد مضى؟ وما الذي يحدث الآن؟ وما الذي ينتظر التونسيون في مستقبلهم؟ قراءة ثانية الليلة التاسعة مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.